نحن بالبرنامج بحيث سالفتي بالبرنامج سالفه قبولي. انا كنت مقدم على وظيفه ارامكو اي وقبلوني الحمد لله ما شاء الله. وقعت عقد معها مده 6 شهور تجريبي. جميل. قبل اباشر لشركه ارامكو شو اسمه صار عندي تردد شوي، قلت ابي اشاور امي اشاور ابوي، لازم اشاور امي. هذا بعد ما وقعت؟ اي بعد ما وقعت. اي بس ما بشرت يعني بقى يوم مباشر. جميل. قلت يمه اروح ولا ما اروح؟ انا اروح ولا انت يشتي وش براست يعني؟ قالت والله بعيد عليك ما ادري شلون، والرزق ان شاء الله واجد يبي يوفقك الله. المهم رحت ونمت والله قمت على شو اسمه مكالمه البرنامج وعلى رسالته القبول. سبحان الله. اي والله يعني هذا يعني ابلشت بصوتك انت مسعود. السالفه دعمك يا مسعود. طيب هذا يا جماعه يعني هو استشار الوالد، وهي رساله انه الانسان يستشير والدته. نعم يا جماعه ترى مرات واحد يستشير ترى بس يستانس برايها، مو يعني قد انه ما ياخذ فيه لكنه يستانس برايها. باخذ خالد وبجيك. ما نسيتك يا احمد بس عشانك تتشمت.